أرى أن الطب النفسي يرتكز على التوحيد. فما تعلمت العبيد أفضل من التوحيد. أنت إذا أمنت بالله خالقا ومربيا ومسيرا، أمنت أنه في السماء إله وفي الأرض إله، أمنت أنه إليه يرجع الأمر كله فاعبده وتوكل عليه، أمنت أنه خالق كل شيء وهو على كل شيء وكيل، إذا أمنت أنه يحكم وحده لا معقب لحكمه، وأنه لا يشرك في حكمه أحدا، إذا أمنت أنه يقضي بالحق والذين يدعون من دونه لا يقضون بشيء، أمنت بأنه ما من دابة إلا هو آخذ بناصيتها، إن ربي على صراط مستقيم، أنك إذا أمنت أنه ما يفتح الله للناس من رحمة فلا ممسك لها وما يمسك فلا مرسل له من بعده، إذا أمنت أن الله لا يغير ما بقوم حتى يغير ما بأنفسهم، إذا أمنت أنه من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة، إذا أمنت أنه لن يكون الذين اجترحوا السيئات كالذين آمنوا وعملوا الصالحات سواء محياهم وماتهم ساء ما يحكمون، هذه كلها حقائق في التوحيد يمكن أن تعين على الصحة النفسية التي هي وراء صحة الجسد. الله عز وجل يقول إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا. أستاذ جميل، ألا تخافوا متعلقة بالمستقبل وألا تحزنوا متعلقة بالماضي، فأنت حينما تصطلح مع الله وتستقيم على أمره ضمنت المستقبل. قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا من عطاء وخير، وضمنت الماضي أنك لا تندم على شيء فاتك. يروى أن سيدنا الصديق ما ندم على شيء فاته من الدنيا قط، لذلك هذا الذي لا يندم على ما فات ولا يخشى مما هو آت حقق سلامة وسعادة كبيرة جدا. الحقيقة من شغله ذكري عن مسألتي أعطيته فوق ما أعطي السائلين. هذا الإيمان يملأ النفس شعورا بالأمن. قال تعالى فأي الفريقين أحق بالأمن إن كنتم تعلمون، الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن. لم يقل أولئك الأمن لهم، إن قال الأمن لهم ولغيرهم، أما أولئك لهم الأمن لهم وحدهم وهم مهتدون. فلذلك قضية التوحيد، قضية الصلح مع الله، قضية الاستقامة على أمر الله، قضية الإقبال على الله، صحة صحة بمعنى أن تحقق سعادة نفسية وتوازن وتماسك وصمود وثقة وتفاؤل، الأحوال النفسية الراقية كلها تنعكس صحة على الجسم.